canzoni come castelli da innalzare quanto orizzonti mi sono lontane le tue ore nudi e persone vederò con te da queste giorni belle averti ancora l'ultimo sogno l'ultima splendida avventura soffio di vita gioia che mi state sempre canti e se anche la mia un giorno che almeno l'amore di distanza ايضا من الفنانين اللي شاركوا في العرض الفني او في الجزء الفني اللي تم تقديمه على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصريه الفنان ياسر شعبان. اهلا بيك معانا في ليالي القاهره. اهلا بيك يا فندم واهلا بالمشاهدين. يعني في جمل بسيطه كده احنا بنرحب حضرتك طبعا بجمل بسيطه ونقدر نقول الفقره الفنيه او الجزء الفني اللي حضرتك قدمته على خشبه المسرح النهارده هو مقتطع من اوبرا مكتمله. الجزء اللي حضرتك قدمته النهارده كان عباره عن ايه والشخصيه اللي قدمتها؟ هي الاوبرا كلها هي اوبرا حديثه لكن مستلهمه من قصه اوديسيوس من الإلياده عن رحلة أوديسيوس بعد غزو تروي تروادا وفقدانه لنفسه في البحر لمدة 10 سنين وهو بيتوق بشدة إلى زوجته وإلى أمه إلى بيته خاصة زوجته بينالوبي فالأوبرا كلها بتدور يعني في خطين متوازيين الخط الإيقاعي اللي هو الرقص الإيقاعي والخط الموازي له المسموع يعني في خط مرئي وفي خط مسموع بيتألفوا علشان يقدموا للمشاهدين اللي ممكن يكونوا عارفين قصة أوديسيوس بشكل جديد هي معمولة بشكل جديد قوي هم اتعملت أول مرة احنا عملناها من حوالي سنة وشوية وكانت مبهرة الحقيقة لأن كان في كمان كان في بروجكشن لعرض ورانا كان في ثلاث شاشات كبار قوي ليهم بروجكتورز في الصالة وكنا بنتفرج على عرض ثالث موازي للعرضين اللي بيحصلوا يعني كان في الرقص وكان في الغنى وكان في كمان ايفكتس فيجوال ايفكتس او فيلم كامل كان بيدور ورانا مؤثرات مرئية وصوتية كمان واحنا شايفين فيلم بيحصل بثلاث ابعاد 3 dimensions احنا كنا بنتفرج على عرض كامل متكامل احتمال يكون اول مره في مصر والشرق الاوسط
اللي تم اقتطاعه عشان حضرتك تقدمه النهارده كان دويتو او كان ثنائي على خشبه المسرح. لما حضرتك وانت بتحكي على العرض لما تقدم بشكل مكتمل وفي امكانيات على مستوى الفرقه الراقصه، على مستوى الغناء، على مستوى المؤثرات الصوتيه والمؤثرات المرئيه، ده مود عام، ده جو عام، غير لما بتقدم انت كفنان جزء مقتطع بس من هذا العرض الكبير، ده بيبقى احساس وده احساس تاني. استعديت ازاي للنهارده؟ هو اصعب النهارده، لان طبعا طبعا لان تستحضر الحاله بالظبط بالظبط، لان فورا لابد من استحضار الحاله فورا. لكن لما بيبقى العرض كامل بنبقى كلنا على الستيج، سواء في الكواليس باك ستيج او واحنا بنتفرج على زمايلنا، بنبقى محضرين نفسيا ان هعمل كذا، فببقى هادي ومتوالف ومتآلف مع الشو اللي انا هطلع له دلوقتي. لكن دلوقتي فورا on the spot انا ببقى بجهز علشان اعمل ده، وبعدين اطلع منه علشان في اغنيه تانية مثلا زي دكتور اغنيه دكتور حنان جندي او رقصه تانية، وبعدين on the spot again فورا أنا جاكلين وأنا طالعين عشان نتخلص من اللي حصل دلوقتي ونرجع تاني للأغنية. لكن الحمد لله إن الأغنيتين مترابطتين. يعني هو في الأغنية الأولانية أوديسيوس أو أنا أو هاني الراقص، لأن هو بيقول، هاني مثلا بيقول ياسر أنت صوتي وأنا صورتك، فإحنا بنشتغل بالضبط كده. احنا بنطلع نشتغل احنا الاثنين، انا بكلمه وهو بيرقص لي، هو بيصور لي صورة للناس، فالقصة ماشية بهذا الشكل. بستحضره في الاول، في اول اغنية وانا مفقود في البحر وبناجي بنالبي وبناجي اهلي وبلدي اللي هي البلد اللي بتتوق الى الملك بتاعها، وبعدين في الاخر بنتقابل في ما بعد رحية اللامنتهى. نوعية الجمهور بتفرق على الفنان لما بيكون على خشبة المسرح؟ يعني النهاردة نوعية جمهور خاصة جدا، أعتقد أن نوعية الجمهور كانت معظمهم من الأطباء ومن المتخصصين جدا جدا في مجال مختلف تماما. مش بقول أن هم عندهم بيفتقدوا لي الحس الفني، ولكن بشكل عام الفنان بتفرق معاه نوعية الجمهور المتلقي اللي بيكون موجود داخل المسرح؟ طالما الفنان طلع على المسرح فأنا واحد من الناس اللي ما بشوفش في ايه تحت. يعني بعد خشبة المسرح ما بتنتهي ما بشوفش في مين تحت. لكن طبعا الا لو كنا في مكان تاني غير الاوبرا الجمهور هيفرق، لكن دي الاوبرا واوبرا القاهرة، الاوبرا من الاوبرات الكبار في العالم في الشرق الاوسط، يمكن الوحيدة في الشرق الاوسط، او في يمكن جنبنا واحدة تانية صغيرة شوية، لكن الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. إذن فإحنا بنتكلم عن أوبرا ضخمة من بالضبط بالضبط كده. فاللي جاي الأوبرا عارف هو هيبقى معرض ليه أو هيتمتع أو لا يتمتع به، لكن هو جاي الأوبرا. Oh, yeah.
مشاهدينا مشاهدي المصرية في كل مكان، مشاهدينا جمهورنا جمهور ليالي القاهرة، عشنا معكم وسهرة تتجدد يوميا وليالي القاهرة.